اهلا بيكو. الحقيقة ده اخر فيديو في الكورس بتاعنا، واحب اقول لكم شكرا ان انتوا استحملتوني طول المحاضرات اللي فاتت والفيديوهات اللي فاتت. في الكورس ده اتكلمنا عن بعض حاجات، ممكن بعضها ما يكونش جديد بالنسبة لك وبعض الاخر يكون جديد، بس ارجو بشكل عام ان انت تكون استفدت. احنا اتكلمنا عن اللايسنسنج بتاع السوفت وير، بتاع الافيلبل ريسورسز اللي على الانترنت، ومنين نجيب الريسورسز اللي نستخدمها في التيتشنج. وبعدين اتكلمنا على ازاي نجمع الحاجه عن طريق الكيوريشن، وشوفنا ان احنا عندنا اونلاين تولز واوفلاين تولز، وبعدين شوفنا الكرييشن، وذكرنا حاجات للاوفلاين كرييشن، اهمها يمكن كان الفيديو. الاوفيس تولز عرفتكم بابلكيشن غير مايكروسوفت اوفيس، وان انت ممكن تخلق فيديوز بطريقه بسيطه مش محتاج حد بروفيشنال. الفيديوز اللي انت بتشوفها دي كلها انا مسجلها يا في بيتي يا في مكتبي، والخلفيه اللي ورايا بغيرها بالشكل اللي انا عاوزه، بس يعني تختار خلفيه تكون مناسبه للمحاضره. وبعدين اتكلمنا على الاونلاين تولز، وشوفنا ان احنا عندنا برضو اوفيس تولز، بس عندنا حاجات تانية ممكن نخلق بيها ماتيريال اونلاين وتساعدنا. وبعدين اتكلمنا عن الشيرنج وازاي توصل الحاجة للستودنتس او الترينيز. وبعدين اتكلمنا مع بعض برضو عن الستوري بورد والكويزز، وفي الاخر خالص ذكرنا بعض الافكار عن موضوع الاونلاين ليكتشرنج لو احتجت ان انت تدي لايف ليكتشر. خلاصة الكلام ان التولز كتيرة، وانت محتاج بشكل مستمر ان انت تتابعها، لان بيظهر حاجات جديدة وبتختفي حاجات، وبالتالي انت محتاج تبقى ابديتد بشكل دائم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كل اللي اتكلمنا فيه لو انت ما جربتوش بايدك مش هتستفيد، يبقى ضيعت وقتك معايا مش اكتر. فجرب كل التولز اللي انت اللي احنا اتكلمنا عنها، وجرب غيرها، علشان ساعة ما تعوز تقدم اي ديجيتال كونتنت للترينيز بتوعك او للستودنتس بتوعك، يبقى الديجيتال كونتنت ده يعني على احسن حاجة تقدر تعملها. كده كده انت اول حاجة هتعملها مش هتبقى حلوة قوي، هتبقى نص نص، ويمكن تبقى وحشة كمان. لكن اذا ما عدتش بالحاجة الوحشة والحاجة النص نص، عمرك ما هتعمل حاجة كويس. بعضكم يمكن شايف الكورس ده الكونتنت بتاعه مش معمول حلو، لكن انا اؤكد لك انك لو كنت شفت شغلي من 5 6 سنين كنت هتقول كمان رأي اوحش بكتير من كده. وبعضكم شايف اللي انا عامله ممكن يكون مقبول او كويس، وانا اؤكد لك برضو ان انا كل يوم بحاول اطوره وبحاول اعمل منه حاجة جديدة. فاذا انت استمريت كده يبقى ان شاء الله شغلك هيبقى كويس، وشغلك هيتطور، وشغلك هيوصل للناس. وافتكر دايما ان انت المعلومة اللي بتوصلها للناس كل ما تحسن شكلها كل ما الناس تتقبلها احسن، وده في الاخر مصلحة للبشرية كلها. كل ما الناس تتعلم احسن كل ما البشرية بقى حالها احسن ان شاء الله. المهم اذا كنت ان شاء الله عاوز تاخد الديجيتال سيرتيفيكت من الاكاديمي اوف نوليدج بان انت كملت الكورس ده، يبقى انت محتاج تكمل الاساينمنتس وعلى الاقل تاخد فيها 75%. هيبقى في انتراكتيفيتي، انا معاكم في الاساينمنتس، هرد على اي اساينمنت تتسلم، واذا كانت محتاجه تحسينات وتعديلات هنحسنها ونعدلها مع بعض. انا نفسي في الاخر اشوف ان اكتر كميه من الناس قدرت تستفيد من الكورس ده، علشان في الاخر انت كل ما بتوصل معلومه كل ما كلنا بنستفيد. مش هطول عليكم، ارجو ان انتوا تفتكرونا بالخير، واذا عجبكم الكورس شوفوا كورسز تانية. ان شاء الله هنستمر في ان احنا ننزل كورسز على اكاديمي اوف نوليدج، منها اللي بفلوس ومنها اللي ببلاش ومنها اللي لايف ومنها اللي اونلاين. تشرفونا دايما وتسعدونا بوجودكم وتسعدونا بمشاركتكم والفيدباك بتاعكم. وبس كفاية كده بقى، اشوفكم دايما على خير ان شاء الله.